أنا الموقع أدناه أقر بأنني تنازلت عن كافة حقوقي المادية وعن طفلي عباس. شو الحاجة الأساسية اليوم لإلك؟ الأم، الحنان، القوة. قديش كان عمرك لما تنازلت عنك؟ كان عمري 3 أشهر. شو بتعرف عنك؟ أمي مش رايدتني، ما حاولت تسأل نهائي. بدك نعمل أول فشخة اليوم؟ نجر لأول مرة من 16 سنة عباس بواجه أمه بسؤال واحد.